لي هادو لي زومبيتي كاع ولي فيزيوال شغل لازم تكون خدمه ما كاش ديفيرونس. انا اتليت نونطريني مع الاصحاء جوزت ستاج تاعي كاع مع الاتليتيزم لي فاليد ما جوزتوش كاع مع لي زونديكابي شغل واش يعطيني المدرب شغل ما كاش فرق بين ما نقولش ما عنديش يد سي بون ما نقدرش نخدم ديك الخدمه نو باسكو لازم نخدم ما كاش ديفيرونس لازم نخدم ولازم باسكو على جال هذا العلام لازم واحد يساكريفي فوالا. قلتي بأن المستوى كلامك مؤثر جدا وقلتي انه المستوى يلحق حتى نعم ويعادل ولا يفوق مستوى الاصحاء فوالا ورغم الفروقات انه انت نعم لكن شنو هو الدافع ربما وشنو هو الفرق اللي ما نقدروش نحسوا به حنايا اللي تقدري ربما حاجه الاولى باسكو لازم واحد يكون بزاف فور في راسو لا دوزيام انه يحب واش راهو يدير باسكو واحد ما يحبش واش راهو يدير امبوسيبل يقدر يصبر باسكو هذاك تعب كبير ما تيماجينيش شعال تعب 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 تاع ديزاني باش تبان ديجا انا خدمه تعب تاع 15 سنه حتى درك بدات تبان النتيجه ابخي 15 خدمه باش بدات تبان النتيجه صافي. الحاجه الاولى تبغي واش راك دير وحاجه اللي المهمه العلم تاع الجزائر وبلادنا ان شاء الله نشرفوها باسكو ما كاش حاجه اللي تستهل اكثر من العلم تاعنا فوالا. شفناك تاثرتي شويه في كلامك وي ربما كاين حاجه راهي في قلبك ربما وراء التاثر نو ماشي سير باسكو تنجم تقول ديزاني وانا نونطريني مي الحمد لله بدات تبان النتيجه وان شاء الله تزيدوا تشوفوني اكثر ان شاء الله يا رب. بالنسبه للشعب الجزائري اللي يستنى الالعاب الاولمبيه المقبله ان شاء الله المستوى ان شاء الله يا ربي نكون في حسن فوالا كيشوف في حسن شغل نشرف فوالا نشرفهم شغل مسؤوليه كبيره دوله شعب ماهيش مسؤوليه صغيره انك تلبس تريكو تاع الجزائر وتمثل كاع الجزائر والله ما سهله.